أسرة الحدث 24 تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة فاس، وبالضبط حنا في بدهر الخميس بمنطقة ديال دار الخميس بالقرب من الحي ديال بن زاكور وحي ديال لابيطه، يعني واحد الطريق اللي كتربط ما بين مجموعه ديال الاحياء هنايا، احياء شعبيه كما كتشوفوا معنا، واللي الساكنه ديالها ساخطين على حساب المسؤولين اللي جاو حفروا هاد الطريق، هما غايقولوا لنا لمده شحال وهما حافرينها كما كتشوفوا معنا وقاطعين هذه الطريق اللي كتربط الحي ديالهم. ودابا حاليا كيعيشوا مشكل ديال انهم كيضربوا مسافه طويله باش يجيو الاحياء ديالهم. نخليكم مع واحد من الساكنه اللي غيهضر لينا على شحال المده وهي الطريق مقطوعه، بلا خليك معايا شحال هي الطريق مقطوعه والمعاناه اللي كيعيشوها الساكنه بفعل هذا الطريق اللي مقطوعه. واخا السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم ديالك اخويا؟ عبدو الحميشي. واخا سي عبدو، انت بالساكنه ديال انا بالساكنه ديال الحي. الحي شو سميتو؟ لابيطه الدار الخميس. واخا خويا شو المشكل اللي عندكم؟ المشكل اخويا اللي عندنا في الطريق هذه دايره لنا عائق كبير، فهمتيني، على الساكنه الحي كامله، فهمتيني، يعني دابا شحال من حاجه ديال الترونسبورات ما كيطلعوش، بنادم كيكون مريض الا بغيتي تدي غير للطبيب ها هي المستشفى هي حدانا غير هنايا، خصك دوزو من لهي دوزو على طريق اخرى، وديك الطريق ضيقه، طريق ضيقه، تيكون الطوبيسات ترونسبورات طريق ضيقه بزاف، يمكن تمشي كاع وتشوف وتصور داك الشيء، فهمتيني، الطاكسيات مابقاوش يوصلوا عندنا لهنا للحي، وحتى الطاكسي مثلا الا بغات توصل كتزايده عليك في الطريف، فهمتيني، كانت الطريق مختصره. يعني هاد الطريق مستافد منها الدرويش بزاف، فهمتيني، مستافد منها بحال دابا من ناحيه الترونسبور مختصره اقتصاديه، مثلا الطاكسي الا طلعك وضرب بك ديك الدوره من اللي غادي يزيد عليك في الطريق، فهمتيني، الانسان الا كان مريض شحال دابا من واحد مريض الا بغيتي تهبطو غير للطبيب، الا كانت غير شي حاله كاع مستعجله بغيتي تهبطو غير للطبيب، مين خصك دوزو من اللي ضرب مصيبه ديال الطريق، فهمتيني. واخا هاد الاحياء اللي مجاوره ليها شنو هي الاحياء؟ تقول لي الاحياء. كاين هذا حي بن زاكور، فهمتيني، هذا بن زاكور السفلي وهذا بن زاكور العلي، العليا العليا، كاين كاريا الحجوي، يعني كاين حي الحساني، يعني بزاف الاحياء اللي مستافدين من هذا الخط هذا. واخا شحال المده وهاد الطريق هاكا مقطوعه؟ هاد الطريق اخويا راه تكون ما بين 8 شهور حتى 9 شهور، راه مده وهي واقفه. جاو حفروها. جاو حفروها وخلاوها. ما كاين لا اشغال لا والو، انت كيما كتشوف ها انت ما كاين لا اشغال لا والو، كاين عساس واحد تما هو اللي كاين. واخا انتم مساكين ما مشيتوش مثلا درتو شي مراسله للجهات المسؤوله؟ خويا داروا شي ناس، داروا مراسلات، ها هما ما كاينش الجواب، ما كاينش اللي كيجاوبهم. واخا انت مساكين ديال الحي هنايا، الضرر اللي كيلحقك انت كمواطن؟ الضرر اللي كيلحقني انا يا خويا اش غنقول لك، انا حتى انا براسي عندي الطوموبيل كنهبط ونطلع من هنايا، فهمتيني، دابا كنضطر نطلع من لهي ولا طلعت من الطريق الاخرى ديما مسدوده، فهمتيني، فيها بحال تنقول لك الطاكسيات، فيها الطوموبيلات، فيها الطوبيسات، يعني الطريق مباريه، لا بغيتي غير دوز مصيبه باش دوز. واخا شكرا اخويا، غنخلي واحد اخر عاوتاني من الساكنه اللي تا هو بلات. واخا باش نمشي. السلام عليكم. واخا خويا السلام عليكم. وعليكم السلام. ديالك اخويا؟ خويا انا سميتي مصطفى علاوي، عندي محل ديال لافاج تمايا. خويا فاش النهار سدوا هاد الطريق هادي جاو حطوا هنايا التراب هذا، ردوا لنا مطرح، ردوا لنا مطرح ديال الاتربه، ها انت ردوا لنا مطرح تيجيو الكاميونات تيخبوا، ما بقيناش حنا عايشين في التراب هذا، حنا ما بقيناش عايشين حنايا في حي. هذا اللي كيحطوه هنايا لا يشوش تيصوبوا به شي حاجه، تيقولوا بانهم تيصلحوا ولكن ما كاين اللي اصلح لا والو، ردوا مطرح ديال الاتربه لا هنا ولا هنا ولا هنا، شبعونا غبره، الطريق تقطعات، المشاكل كاينه في هذا الطريق هذه، الخدمه كانت محفوره، كانوا يخلوها محفوره، حنا كنا تنقادوا التراب بيدينا، حنا قادينها شغلنا بيدينا، دابا دوروا على الكرياج وحفروها وخلاوها. واخا انت قلتي عندك لافاج ديالك ما كاين لك ليا لا والو، كاينه الضريبه، كاينه الضريبه ما غاديش يزقلوك فيها، كاينه الضريبه ما يزقلوكش فيها، الدوله تزقلك الضريبه كل عام. دابا انت تشوف الا جينا نطلعوا نلقاو شكون مع تنخدموا، تنخدموا مع الحي الصغير ديالنا. شي واحد اللي غادي يجي مثلا بن سليمان او لا محي واحد اخر تلقى الطريق مقطوعه ما تيجيش لعنده من طبيعه الحال، والناس سدوها وخلاوها شكوى بهم الله، ها انت تشوف. شكرا اخويا، نخليو واحد من المتضررين من الساكنه. واخا خويا واحد انت من الساكنه ياك؟ من الساكنه خويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم ديالك اخويا؟ عمر. واخا زيد عندك شويه الميكرو. واخا سي عمر،
شنو الضرر اللي لحقكم نتوما كساكنين؟ السكينه خويا انا عندي السياره ديالي الطريق عندي السياره ديالي الطريق كلشي متضرر منها فهمتيني جاو قال لك باش يصلحوها حفروها كون كانوا يخلوها كما كانت كنا هذه 8 شهور 9 شهور هكا هي هكا على هذا الحال 8 شهور 9 شهور هي على هذا الحال جاو حطوا الرمله هنايا كون كانوا يخلوها يعني على ذاك الحال كنا يعني شويه تيقدوها الدراري ولاد الحي كنا تنقدوها تندوزو منها المهم مختصره دابا حفروها وداروا لها الباريير وداروا هنا هذا الرمله هنايا وهذا التراب هذا ولاو دابا الدراري تيلعبوا بيناتهم تيلعبوا بيناتهم بالحجر والغبابر كلها علينا والطريقه هي مقطعه خصنا نضرب الدوره من لهيه شي واحد مريض ولا ولادنا ولا مواتنا كاين المراه اللي كتكون حامله فهمتيني وبزاف ديال المشاكل تهضر مع المسؤولين حتى واحد ما تيجاوبك فهمتيني الدائره هي حداهم من هنا المسؤولين حداهم من هنا بجوج جهات هذه الطريقه اللي تحفرات قبل من الانتخابات قبل من الانتخابات هما اصلا بداوها في الانتخابات باش يبينوا باللي راهم هما زعما راهم تيخدموا راهم بزاف د الحوايج هي سنه الانتخابات خلاوها هكا ومشاو بحالاتهم شحال تقريبا ديال الاحياء هنا اللي كيما كتمر منهم الطريق هذه اللي كتربط بيناتهم كاينه بن زاكور السفلى كاينه بن زاكور العليا كاينه لابيطه كاينه بن سليمان يعني بزاف د المناطق حيل حساني كاين الكريان كاين يعني هاد المناطق كامله يعني هاد الطريق هذه راه كيمروا عليها هذه هي الطريق اللي كانت رئيسيه هذيك الطريق رئيسيه هذه رئيسيه وحسن ومستعله هذيك اللي كنضربوها بواحد المسافه باش كندوزو عليها وتما شنو المطالب ديالكم دابا انت؟ حنا نصوبوا لنا الطريق هذه ويقدوها لنا الشيء اللي باغيين هاد المصالح ويقدوا لنا هاد الزبل يحيدوا لنا من هنايا انت هاد ضروري هاد الزبل حتى هو راه عنده ضرر بعد خطرات راه ما تيبقاش تيبقى الزبل هنا مشي تيبقى كيعمروا المنطقه ديال الزبل كتعمر داك الصندوق ديال الحديد ما تيجيش في 3 ايام 4 ايام تيبقى هنا الزبل يمليا حتى الكاميو ديال الزبل ما كيطلعش من لهنا باك الا جا كيجي مره في واحد جوج سيمانات فين كاين ما يعني قليل فين تشوف فاش كان الطريق شويه كان كيطلع دابا حاليا ما يقطعوها شويه هذيك بعدا راه كان فاش كان الطريق مطلوقه راه شويه كان كيطلع واحد المره يعني واحد المره في الشهر ولا واحد جوج مرات في الشهر اما دابا صافي دابا واخا شكرا اخويا غنخليكم مع واحد حتى هو اللي من الساكنه ديال المنطقه اللي غادي يهضر لينا على هذه القضيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهدي الموفق فاعل مدني بمقاطعة مارينيين. شكر موصول لجريدة الحدث 24 اللي دائما تسلط الضوء على معاناة المواطنين في مدينة فاس. اليوم لبات نداء المواطنين وأن جات الملحقة دار الخميس من أجل نقل معاناة الساكنة مع الطريق المؤدية إلى حي لابيطة دار الخميس. صراحة احنا كفعاليات المجتمع المدني من بعد ما كانت هذا الطريق جد مهترئة في واحد الوضعية كارثية في زمن المجلس السابق فصراحة اننا نجدنا السلطات المنتخبة والسلطات المحلية من اجل اصلاح هذه الطريق هذه وفك العزلة على المواطنين فعلا ان تدخلت الجهات المعنية وقاموا بالبدايه ديال الحفره الطريق هذه والساكنه ان استبشرت خير وقالت الحمد لله ان غادي تفك العزله وان انا غادي يفتحوا لنا واحد الطريق اللي كتليق بنا كمواطنين مغاربه من بعد ما بدات الاشغال في هذا المكان هذا كتوقف فجاه وما لقيناش حنايا شي استفسار حقيقي باش نعرفوا اسباب المؤديه الى توقيف هذه الاشغال هذا لذلك كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الجهات المعنيه سواء السلطات المحليه او السلطات المنتخبه باش انهم يخرجوا بواحد بيان توضيحي ويتنشر في الصفحه الرسميه ديال الجماعه او في الصفحه او في الجريده الرسميه من اجل ايضاح الحقيقه للمواطنين باش يعرفوا المواطنين علاش هذه الاشغال هذه توقفات لان كما كتعرفوا ان القدره الشرائيه ديال المواطن هنا في هذه المنطقه هي واحد القدره الشرائيه ضعيفه لان المواطن لا حول ولا قوه له فالطريقه هذه كانت جد مختصره وكان المواطن على الاقل انه كيوصل لدارو بواحد التكلفه رخيصه لكن من بعد الايقاف اشغال هنايا فالمواطن ولا كيضطر انه باش يقطع واحد المسافات طويله باش يوصل ان المنزل ديالو وانتم كما كتعرفوا الظرفيه المعيشيه والظرفيه الاقتصاديه اللي كتعيشها خصوصا مدينه فاس في الاونه الاخيره واش كتزاد عليه حتى الطريق ضروري هذه حاجه طبيعيه ان الى قطعتي مسافه طويله مع مول الطاكسي راه كاين الكونتور راه كيشجل الكونتور يعني ان راه الثمن مرتفع وهذا الشيء هذا اللي ما غاديش يقدر عليه المواطن البسيط هنايا واللي دفعنا حنايا كفعاليه المجتمع المدني وكمواطنين اننا نتكتلوا اننا نسلعوا الصحافه واللي لبات النداء مشكوره باش اننا نوصلوا الرساله ديالنا ونتمنوا ان من الله سبحانه وتعالى نلقاو اذان صاغيه
وابواب مفتوحه ديال مسؤولين على الشان المحلي باش انهم يفكوا لنا العزله هنايا. كما كتشوفوا الاتربه هنايا محطوطه، كما كتشوفوا لي بارير، كتشوفوا الماتيريال هنايا. ولكن حنا ما كنتهموا اليوم، حتى شي واحد. حنا كفعاليه المجتمع المدني كنطالبوا من المسؤولين باش انهم يخرجوا بواحد البيان توضيحي باش نعرفوا حنايا الاسباب اللي خلات هذا الطريق غادي توقف هنايا. وشكرا لجريده الرساله اللي تبغي توجه للناس المسؤولين مقاطعه المارينيين. رساله للناس ديال مقاطعه المارينيين انهم ما يخليوش المواطن المسكين في غفله من امره، وما يخليوش المواطن في حيره، وانهم بما انكم كتمثلوا الشعب انكم تخرجوا بتصاريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي او جرائد رسميه او بيانات باش توضحوا للمواطنين الاسباب اللي خلاتكم اللي دفعتكم باش توقفوا الاشغال هنايا، لان الطريقه هذه حيويه وطريقه رئيسيه بالنسبه اللي كتمر ما بين حي بن زاكور وحي لابيطه، وكيحتاجها المواطن ديال المنطقه بزاف. وما ما فهمناش صراحه العلاج. فاحنا بصفتنا كفعاليه المجتمع المدني احنا ما ضد شي واحد، ما كنحاولوا اننا صراحه أننا ماشي عدميين، ماشي مشوشين، ماشي اعداء النجاح ديال المجالس المنتخبه. بالعكس، احنا الدستور المغربي ان خولنا حق الترافع، حق المتابعه، حق الاقتراح. فان اليوم احنا ماشي كننتقدوا، اليوم اننا كنقترحوا على مقاطعه المارينيين باش انها تخرج وتتواصل مع المواطنين وان تحلوا هذا المشكل وما تخليهمش في هذه العزله هذه وفي ظل الارتفاع المهول ديال المحروقات. فراه المواطن ما قادش انه باش يبقى يقطع هذه المسافه الطويله ويؤدي من الجيوب ديالو، لان كما كتعرفوا الدخل الفردي في مدينه فاس راه هو واصل الحضيض ومعاناه كبيره ديال المواطنين. لذلك نتمنى انهم في هذه الايام هذه يوليو يفعلوا انهم يحلوا كان عندهم شي مشكل مع المقاول يحلوه، كان عندهم مشكل مع السلطات المحليه يحلوه. الاهم المواطن ما كيعرفش هذا الشيء هذا وهذه الحسابات الضيقه، المواطن كيعرف ان المشكل يتحل جذريا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الرساله ديالنا توصل. وشكرا لجريده الحدث 24 على الحضور ديالها الملحقه الدار الخميس والايصال الصوت ديالنا. شكرا بارك الله فيك. كما كتشوفوا معنا هذه الرساله اللي كيوصلوها يعني الساكنه ديال حي دهر الخميس. كتشوفوا معنا هي الاتربه يعني فياجات ديال التراب، كاين ازبال اللي كيقول كما قالوا الاخوان ان كميو ديال النظافه ما بقاش كيوصل لهنا لان الدوره طوالت بزاف عليه، علما انه في هذه المنطقه هذه اللي في الدار ديالهم كما كتشوفوا معنا هذا الحديد هذا راه كاين تما واحد الحفره اللي عامره بالزبل، يكفي ان هذيك الروائح اللي كتخرج من تما كتوصل لكاع لهاد السكينه هذه. ما يزيدوش عاوتاني حوايج اخرين. تحيه لكم والى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.